ها؟ لا ما تبصوليش كده، انتوا ما تعرفوش انا عملت ايه عشان اوصل للشوكولاتة بالبندق اللي بحبها. انا فضلت ايام وشهور اجري والف ورا البندق في كل حتة في العالم. ها؟ في بندق في اليابان، نروح اليابان. واو. ها؟ بيزرعوه في الصين، تبقى الصين حلوة. اسبانيا؟ ما يضرش. المكسيك؟ بقولش لا. المهم ان الاقي البندق اللي بدور عليه واحطه على الشوكولاته واعمل الميكس اللي بحبه. بس بعد اللف والجري ده كله اكتشفت اني تعبت على الفاضي، وعرفت ان احلى بندق واحلى شوكولاته كمان موجودين في وندر. وندر شوكولاته سبريد غنيه بقطع البندق الطبيعيه، اجود انواع البندق، مكونات غنيه لذيذه، وكمان خاليه من الزيوت المهدرجه. وندر فيها حاجه زياده.